محمد، انتوا نواب الصعيد تحديدا استشاطوا غضبا، تكتلوا وقالوا انه في حملة على شيخ الازهر ولا بد ان ندافع عنه. لماذا؟ هل وجدت ان مشروع القانون المقدم بمثابة حملة تستهدف شيخ الازهر وتستهدف المشيخة؟ الحملة اللي احنا متبنينها مش احنا كنواب صعيد، لا الحملة متبنينها كذا حد، كذا هيئة برلمانية في كذا محافظة، وتحديدا حزب المصري الأحرار، ولكن احنا مش بصدد ان احنا الدفاع عن شخص شيخ الأزهر، احنا بندافع عن مؤسسة عريقة وهي مؤسسة الأزهر الشريف. انا يعني مش شايف داعي في الوقت الراهن ده ان احنا نتكلم برضو في كلام يعني ملوش اي لازمة. انا من وجهة نظري انه ملوش اي لازمة، وخصوصا ان في مادة في الدستور المادة السابعة بتقول ان الازهر الشريف هيئه اسلاميه علميه مستقله تختص دون غيرها بالقيام على كافه شؤونها، وهو المرجع الاساسي للعلوم الدينيه، وتولى مسؤوليه الدعوه ونشر علوم الدين واللغه العربيه. وتلتزم الدوله بتوفير الاعتمادات الماليه الكافيه لتحقيق اغراضه. وشيخ الازهر مستقل غير قابل للعزل. يبقى كده احنا عندنا مبدا في الدستور بيتكلم في الجزئيه دي. فاحنا المشروع اللي مشروع القانون قدم النائب محمد ابو حامد يعني هو بيتكلم ان هو في ثلاث محاور. انا شايف من وجهه نظري ان هو يعني بيدور ان هو بيهدم مؤسسه الازهر، يهدم المؤسسه. يعني كلام برضو الفتره اللي فاتت بيصار ان الازهر معمل تفريق لارهابيين، ده طبعا كلام ملوش اي اساس من الصحه وما فيش اي حاجه، وان هيئه كبار العلماء يسيطر عليها الاخوان. مظبوط، يعني انا ما شايفش ده كلها حرب ضد الازهر والنيل من الازهر، ده من وجهة نظر انا. طيب